محمد سعد أحد ثوار مدينة بنغازي. سيد سعد أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية سيد سعد، لو تصف لنا الوضع في مدينة بنغازي على خلفية الهدوء الحذر التي تشهده محاور القتال وكذلك التوتر بين بعض القبائل في المدينة وكذلك ما يسمى القيادة العامة. نعم أسمعك بشكل جيد سيد محمد. تمام، قلت لك بالنسبه للمحاور القتال هدوء نسبي باستثناء قصف الطيران الاجنبي على منطقه الصابري وقربيش وسبل فوق. بالنسبه للتوتر الامني تشهد مدينه بنغازي توتر امني بسبب سيد محمد. عفوا سيد محمد هل تسمعني؟ بس لا، لو تبقى في مكان خالي فقط من الضوضاء لاني لا اسمعك بشكل جيد. تمام لحظه بس. نعم تفضل. قلت لك بالنسبه للمحاور القتال صابري سبحوت وخربيش تشهد هدوء نسبي باستثناء قصف الطيارات الاجنبي على هذه المناطق. بالنسبه لداخل بنغازي حاصره تشكيليه اليوم اللي فات من قبيله العواقير ضد المجرم المحارب حفتر، حيث قامت قبيله العواقير باتهام المجرم المحارب حفتر بتهريب الدواعش وتصفيه العديد من ابناء هذه القبيله. طيب، هناك أيضا بعض المصادر تتحدث عن أن تحشيد ممات لما قامت به قبيلة العواقير من قبل قبيلة العبيدات لإطلاق أيضا بعض المساجين الذين قد اعتقلتهم ميليشيات الكرامة. نعم، هناك تواصل بين قبيلة العواقير وبين قبيلة العبيدات من أجل إطلاق صراحة أكثر من مسجون لدى قبيلة لدى سجون الفرجاني عون الفرجاني والمجرم الآخر خالد المجرم خليفة حفتر. في تواصل بين قبيلة العواقير وقبيلة العبيدات بهذا الخصوص. صحيح نعم. طيب، هل ألقت هذه المشاكل والتحشيدات بظلالها على حياة المواطنين العادية في مدينة بنغازي خلال هذا الشهر؟ نعم بالكامل، منطقة بنغازي تشهد توتر أمني وانفلات أمني كبير بسبب دخول عملية الكرامة لمدينة بنغازي، وزيد يزايد من موضوع التوتر الأمني بتاع قبيلة العواقير الاحداث الاخيره اللي سببتها قصه الاغتيالات بتاعت ابناء قبيله العواقير. نعم. نعم سيد محمد سعد احد ثوار مدينه بنغازي، شكرا جزيلا لك.